معانا على التليفون الكابتن حمدي الصافي، ابرز واحد نجوم الكره الطايره في النادي الاهلي والمدير الفني الحالي لفريق السيدات للكره الطايره، واللي بيستعد كمان للبطوله الافريقيه في الفتره القادمه. كابتن حمدي مساء الخير على حضرتك، وتحيات الكابتن رضا الغزالي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ سامي عبد الفتاح. اهلا وسهلا، طبعا تحياتي للكابتن رضا الغزالي الكابتن الكبير طبعا وكابتن النادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي في الكره الطايره، وتحياتي للاستاذ سامي طبعا منورين قناه الاهلي. اهلا وسهلا. طيب شفت بقى انجاز فريق الكره الطايره ازاي، وخلاص احنا بنتكلم في ايام قليله جدا وهتسافر عندك بطوله افريقيه ايضا من 21 ل 31 مايو. تمام، طبعا انجاز النادي الاهلي يعني للكره الطايره، الكره الطايره في النادي الاهلي دايما معودانا على الانجازات ومعودانا على تحقيق الارقام القياسيه. الحقيقه قبل الفرقه قبل ما تسافر يعني ناس كثيره شككت فيها بعد خساره الدوري والكاس، ولكن القريبين من الفرقه عارفين ان الفرقه دي تقدر تحقق انجازات، ورغم عدم الفوز بالدوري والكاس الا ان الفريق قدر يجمع نفسه بقياده الكابتن ميدو ملح الحقيقه، وقدر يثبت ان فريق كره الطايره فريق كبير بانجازاته، 15 بطوله على مدار تاريخ النادي الاهلي في البطوله الافريقيه ابطال دوري، ده رقم كبير، اقرب فرقه ليه تقريبا 6 بطولات، لا ارقام كبيره جدا بتتحقق للجيل دوت والاجيال السابقه. طبعا الحقيقه طبعا انا حابب برضو اكد على حاجه تانية خالص، الجهاز ده طبعا يعني من اهم اسبابه اجتماع الكابتن الخطيب قبل ما يسافروا بالفريق في عز الانكسار والروح المعنويه اللي كانت ما كانتش في اعلى مستوياتها، لانه اجتمع بالفرقه واكد عليهم واكد ان هو بيثق فيهم وبيثق في امكانياتهم وان هو مستني منهم البطوله، والحقيقه الفرقه كانت عند حسن الظن بيها وحققت البطوله طبعا، وهذا سهل ان انت تكسب الترجي التونسي 3-1 على ارضه وسط جمهوره في نهائي بطوله قاريه، دي مش حاجه سهله الحقيقه يعني. اكيد. طيب الانجاز ده والبطوله اللي اتحققت مدى تاثيرها، ويبقى في دوافع اكتر لفريق الانسات ان شاء الله في البطوله الافريقيه في العشر الايام الاخيره من شهر مايو ان شاء الله. الحقيقه بص المكسب بتاع الولاد ده يعني ليه سلاح ذو حدين، نمره واحد حتى مسؤوليه كبيره علينا جدا ان احنا لازم نحقق ان شاء الله باذن الله نفس الانجاز، ثاني حاجه ان هو يعني صعب المهم علينا، لان انت تروح تجيب بطولتين ورا بعض في اقل من اسبوعين من تونس في وسط جمهورها، ده محتاجه شغل كبير جدا ومحتاجه شغل قاسي ومحتاجه يعني تعب كبير جدا، فهم طبعا التوانسه هيبقوا مركزين قوي مع البطوله الجايه دي، ان ما ينفعش ان نمط والنادي الاهلي يجي ياخد بطولتين ورا بعض منهم، بس احنا ان شاء الله باذن الله البنات يعني أكيد مركزين قوي في التدريبات ومركزين وعندهم حافز كبير قوي ان شاء الله ان احنا نروح برضه نحقق نفس انجاز الولاد ان شاء الله. احنا قدامنا على الشاشه اهو يا كابتن حمدي يمكن لقطات من اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع فريق الرجال وفريق الانسات في الفتره الاخيره وتحديدا في شهر رمضان داخل النادي الاهلي، والجلسات دي كان ليها دور كبير جدا في شحن الهمم كده ورفع الحاله المعنويه قبل البطولات. يمكن فريق الرجال الحمد لله رجع بالبطوله الافريقيه، لكن عايز اعرف بقى مدى تاثير ده واهميه ده كمان مع فريق الانسات، وعايز اعرف كمان ردود افعال اللاعبات بعد هذه الجلسه كمان معاك يا كابتن حمدي. الحقيقه بص القعده دي هي اللي بتكلم عليها، كابتن خطيب ثاني يوم فريق الرجال خسر كان خسران الكاس اجتمع بيهم واجتمع بفريق السيدات كان لسه كسبان برضو الدوري والكاس من ايام. فالحقيقه اكد في الجلسه دي على حاجتين مهمين، ان انا في الهزيمه ما لازم روح المعنويه تبقى عاليه، بلعب باسم النادي الاهلي واكيد ان انا هقدر اعوض واقدر احقق بطولات كتيره، مش نهايه العالم ان انا اخسر بطوله، واكد برضو على فريق السيدات ان انا مش معنى ان انا كسبت بطولتين ان دي نهايه العالم، لا النادي الاهلي دايما وجماهيره بتطمع في كل بطوله بتخش فيها وما بيرضاش غير بالمركز الاول، فالمعنيين كانوا يعني معنيين الحقيقه، واحد للرجال واحد للسيدات اكد عليهم جدا، والرجال الحمد لله فازوا بالبطوله، ان شاء الله السيدات برضه يحققوا نفس الانجاز ويبقى انجاز تاريخي للطايره في النادي الاهلي باذن الله. نفس الفريق المنافس معاك في البطوله هيبقى الترجي برضه، ولا الفرق المنافسه معاك في البطوله هتبقى مين؟ لا انا في المنافسه في الرجال مختلفه شويه عن السيدات، يعني في الرجال بتبقى فرق الترجي والصفاقسي وتونس والكاميرون، في فرق السيدات بتبقى المنافسه مع فريق قرطاج برضو فريق تونسي قوي جدا بيضم اغلب تونس منتخب تونس وبيضم معاه لعيبه محترفه من روسيا، فرق كينيا برضو في السيدات فرق قويه جدا، فالمنافسه مختلفه شويه، هنا يعني دول وفرق وهنا دول وفرق. المجموعه اللي معاك يا كابتن حمدي، مين الفرق اللي معاك في المجموعه والمشوار للبطوله تتوقع ممكن مثلا الفاينل او السيمي الفاينل مين يكون الفرق المرشحه؟
بص، هو لحد دلوقتي اللي انا عارفه فيه تقريبا 11 فريق اكد المشاركه بتاعته، داخل فيهم اقوى اربع فرق على مستوى القاره في اخر عشر سنين، اللي هو الاهلي وكرتاج التونسي وفريق الانابيب الكيني وفريق السجون الكيني. دول تقريبا اقوى اربع فرق في اخر 10 سنين للكره الطايره سيدات في افريقيا، والاربع فرق موجوده، واعتقد ان المربع الذهبي هيكون بين الاربع فرق دول، واتمنى ان شاء الله باذن الله. اخلاقكم كلمي استاذ سامي، كان عندك سؤال؟ عايز استاذ سامي عبد الفتاح كان ليه سؤال ليك يا كابتن حمدي، اتفضل. اخر كنا عايزين اخر لقب، كلمينا يا كابتن حمدي. هو اخر لقب اتعمل بعد الكورونا على طول، اللي قبله في 2019 كان النادي الاهلي فاز بيه قبل الكورونا، اتعمل بعد الكورونا على طول، ما شاركش للاسف النادي الاهلي لا في الرجال ولا في السيدات. ففي الرجال فاز الترابي، وفي السيدات فاز قرطاج. نستعيده بقى ان شاء الله. طيب الكابتن رضا الغزالي برده كان عايز يوجه لك كلمه يا كابتن حمدي. حبيبي يا كابتن رضا. كابتن حمدي حبيبي، معلم ازيك يا حبيبي، ربنا يكرمك كده ويوفقك يا ابن الحلال في البطوله اللي جايه. انا عارف ومتابع انا الاخبار ان في اربع فرق، اثنين من كينيا واثنين وواحده الكرتاج بتاع تونس، بس انت قدها وقدود واللعيبه كويسه معاك ان شاء الله، وبالتوفيق وترجع لنا بالكاس ان شاء الله. انا عارف زي ما احنا قلنا قبل كده ان دي يعني فوز الرجال اداك يعني ضغط عليك وعلى اللعيبه، وانت قدها طبعا ان شاء الله، واللعيبه عندك ما شاء الله على مستوى عالي، وربنا يكرمك يا حمدي. ربنا يخليك يا كابتن رضا، حضرتك من القمم الكبيره في الكره الطايره، وطبعا خبراتك دي لازم نستفاد منها، وتعليماتك ورؤيتك في الكره الطايره لازم النادي الاهلي، واحنا طبعا ككباتن الجيل اللي بعديكم لازم نستفاد منها ان شاء الله. كابتن توفيق يا كابتن ان شاء الله. كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق السيدات للكره الطايره، يعني بنتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله في البطوله الافريقيه، وكالعاده انتم معودين دايما على الفرحه والانتصار، وتكملوا نفس المسيره الطيبه اللي حققها فريق الرجال في الفترة الأخيرة.